والله العظيم بالله بقى كيسربح له فيها تما سربح 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 وكيتكلموا لي على النيف وكيتكلموا على سيروا تبعوا هذاك الكذاب ديال الرئيس ديالكم وداك وزير الخارجيه ياك وزير الخارجيه نتاعكم عاد خرج داك النهار مع بن قلنا قال لهم بان اسبانيا غيرت مواقفها واش راك تقصد اقصد ان ماكرون في وسط الجزائر وفي قصر المردايا وامام تلفزاتكم طبطب لرئيسكم اسفل ظهره ست طبطبات بطريقه مهينه لاسفل ظهر رئيسكم بغيت نوريك فيديو نوريه لك الا ما شتوهش سمعتي يا بارك ما تكلموا لنا هنايا على 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 تقز بيزين سيروا ردوا الاعتبار لاسفل الظهر ديال الرئيس ديالكم ديروا شي احتجاج ولا شي مظاهره هذا عيب هذا عار اسفل الظهر في خطر جيت تلعب علي انا هنايا تقز بيزين ديالك سيروا ردوا الاعتبار للزمر صافي خبرتي جبتي العيب وهربتي ولا هادشي بغيتي تسمع والله العظيم بالله كنكونو كنقولو ما نوصلوش لشي مستوى نتحداك اذا تلقى اي مواطن فرنسي عنده غير دار ولا طوموبيل انتم راه كوريا الشماليه انتم ماش من فرنسي ولا زافي كاين فرنسي بعدا يجي يشرب عندكم مناضة ويجي فرنسي غيمشي يتسارى كاين شي فرنسي كاين شي اسباني كاين شي انجليزي شكون كاين عندكم تم انتم الجزائريين ما يجيوش امين شحال هاد الجزائريين اللي رجعوا للجزائر نعطيك الاخر نعطيك الاحصائيات 600 الف جزائري عاد الى الجزائر في الصيف اللي فات المغاربه 5,600,000 امين انتم الجزائريين كيهربوا من الجزائر امين عاد يجيو عندكم الفرنساويين يجيو الفرنساويين يديروا الدار في الجزائر اش غيديروا بالدار في الجزائر اش غدير بالدار في الجزائر امين علاش غدير الدار باش تلقى بونيف دير الدار في الجزائر باش تلقى سميتو خوخ الخو نتاع قشيحه تخرج للشارع تسمع غير السبان والمعيور لدرجه انكم البارح درتوا قانون ديال 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 ديال, ديال, ديال المعاقبه السبابين والعانين اش غدير في الجزائر امين خليتو شي دولة خليتو شي كرامة للشعب خليتوش واش تخليتو تما داك الدولة مسكينة حمقتو كلشي بغيتو تحمقو حتى الفرنساويين من عمي الصوت بالمال صافي يا أشويتا الهلاي صافي راه مهدنا آمين وآمين انتوما هاديك انتوما جزائريين تخرجوا وتهربوا منها 10 مليون جزائري هارب من الجزائر وبغيتو الفرنساوي يجي عندكم والانجليزي يجي عندكم اش غيدير تما اش غيدير تما قولي اش غيدير تما فين غيمشي اش غيدير اش غيدير انا كنقول لك احصائيات رسميه 600 الف جزائري اللي جا عندكم في الصيف اللي فات 600 الف جزائري رجع للبلاد المغرب 5,600,000 5,600,000 مغربي يدخل المغرب 5,600,000 راه ماشي ديال راه كاين اللي دخل وخرج كاين اللي دخل وخرج حيت حنا المغاربه النص ديال المغاربه كيدخلوا جوج مرات في العام النص ديال المغاربه اللي في اوروبا كيدخلوا جوج مرات في العام كيجيو في العواشر وكيجيو في الصيف ها اللي كيجي في شهر واحد شهر كاين اللي في رمضان كاين اللي في العيد الصغير العيد الكبير المهم شي تعوشيره من العواشر مع حنا تبارك الله وصل عندنا عندنا غير العواشر انا وقتاش ما تلاقيت شي حد كيقول لي مبروك العواشر حنا بين عواشر وعواشر كاين عواشر حمدناك يا ربي وشكرك شي مرات كيكون وصح العواشر شي مرات كيدوخونا ها باغي يجبد معاك الهضره ها باغي بحال هاد القضيه ديال الشتاء البرد اليوم باغي يجبد معاك الهضره حنا العواشر انا والله ما عرفت ملي كنت صغير كنسمع العواشر 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 كل سيمانه جوج سيمانه تسمع العواشر لدرجه لصقنا العطله سميناها العواشر والعواش والاعياد الدينيه سميناها العواشر وسميتو راس الشهر القمري سميناه العواشر وزاهي عواشر تجي دابا انت امين تقول لي الفرنساوي يدير طوموبيل هو باين بونيف وسرقوا له الطوموبيل عاد الفرنساوي هو مغربي جا تما داو له الموتور عاد الفرنساوي يدير معكم طوموبيل في فرنسا في الجزائر ها شكون هاد الهبي اللي غيدير طوموبيل في الجزائر شكون جاي مغربي مسكين بالموتور سرقتوا له الموتور ردوا
الموتور المولاه عاد هضروا على الفرنساويين يجيو عندكم بوني في اللي يضل شي بونص القرى الطوموبيل لباه وما ردوهالوش. هذا بوني في يضل يهز في الاواني النحاسيه نتاع سميتو نتاع شنقريحه وما عقلوش عليه. قال لك فرنساوي نتحداك حنا الفرنساويين الا جاوا للنقالزه والشناوه والسياحه 14 مليون سائح كون زيع بنو بوزيع 14 مليون سائح وزير هذاك وزير السياحه تلف تلفوا له الارقام كاع. حنا كان عندنا 10 مليون كان عندنا حلم ملي كنت انا مازال شاب شويه كان سمع في الايام وكذا وفي افق 10 مليون سائح كنقول اش هادوك واش هاو بال ولا 10 مليون بزاف. ها حنا وصلنا 14 مليون ومازال عاد من هنا 2030 غتولي في 20 25 30 مليون في العام ديال السياح اكون زيع بنو بوزيع. قال لك واش فرنساوي يدير الدار في الجزائر؟ ها هو دار في الدار في الجزائر زيد ها هو فين غيخرج فين غيمشي ها فين غيمشي ها قول لي فين غيمشي. يهبط للبحر يعوم مع البقر. هاو راه شفنا البقر كيعوم مع الناس في البحر ديالكم تما راه شفناهم والله الا شفناهم بالله والله العظيم امين الا شفنا البقر عندكم تما كيعوم ابن عمي مع بنادم دابا ماشي فين غيمشي. عاد درتو واحد المول فتحتو الدنيا دخلتو بحال داخلين الله يحفظ الجنه. شفت التصاور من اللي فتحتو واحد المول تما في وهران ولا ما عرف فين شفت التصاور وملي درتو المعرض ديال واحد الطوموبيل والله العظيم داك القضيه باش دخلتوها خويا انا كنقول هادو واش داخلين على الرانج ولا داخلين على 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 على, على, على سميتو فيراري ولا على ولا البورش ولا على من داخلين هادو واش حطوا لهم البورش باطل ولا السيد غيخلص فلوسه وغيديرها بالكريدي وغيقطعوها له من المومو ديال المومو ديال 4 فرانك اللي كيعطيوها واشيري وافيات سانسون بورت كلي والناس شدوا الطوابير وشدوا وحلوا داك الكراجات وبداو مدرمين. الفرنساوي واش غيدير تما امين شغيدي تما الفرنساوي امين غيهرب مسكين لا الفرنساوي ولا الشي الشناوة تما راه دابا خدامين. واش من شناوة جايبين لكم الحباسة اللي محكومين بالاشغال الشاقة هادشي بغيتي تسمع يا برد على قلبك. فين كنا؟ شهود شهود تحياتي برد راني بارد اخي راني مبرد والله العظيم الا بيس بالعكس انا كيعجبوني هذا النوع تاع التعليقات العبيطه. اي بالله السيد كان مهني احنا كنا مخليين الناس كنقولوا القضيه سياسه عطيطيف قال لهم اسبانيا بدلات الموقف ديالها ومشاو فرحانين بونيف بوزع تاع بوزع كا بوسكا بومسكا اسبانيا ردوا السفير بحال المداليل وفي التالي جا سانجيز قال لهم بزبز ونادو كيبكيو دابا عاود بكي وشكي دابا راح غير وراه ما يقدروش يردوا داك السفير يلاه تبون الا انت عندك النيف وكنعرفك راجل رد هذاك السفير ولا انت شماتة يلاه تبون يلاه الرئيس الجزائر يا راه الشيكور رد الكرامة والأنفة نتاع الجزائريين لبلاصتها. النيف راه طاح مرغة في التراب يلا طلع النيف ردوا لبلاصتو عندك تردوا بالمقلوب تاع الشتا تخلقك يلا راه يسمعني واش كنقول لك انا راه صافي ولا يسمعني يا صاحبي السي عبد المجيد نستعرف بك شيكور ونصوت عليك انا من هنا من طنجة باش العهدة الثانية وندير معك حملة انتخابية رد السفير نتاع اسبانيا للجزائر في اسبانيا بهدلكم سانشيز بهدلكم ومازال التبهدله الجايه نتاع فرنسا راها جايه راه فرنسا دايره بحال بودنجال كتنكل بالمهل واخا هو داك بودنجال مسكين ما خصوش يتنكل كاع الله يسمحنا من نعمه سيدي ربي بشويه كون زيع وشوفوا مع السعوديه وخي خي خي واحد الفارس قال لي السعوديه يلا جيبوا السفير من السعوديه
اتخذ قرارها ابن عمي. ما كاينش داك الشيء نتاع الصحراء الغربيه ولا داك الشيء نتاع كذا ولا داك الشيء نتاع الخريطه ولا كذا ولا كذا. يلا زيد. عرفتي قلت لي اليوم بالضحك شنقريحه شنقريحه مشى عاود دار واحد الزياره للعسكر عاود. شنقريحه مشى دار زياره للعسكر عادي. رئيس الاركان كيدير الزيارات ديالو ولا هما خصهم يبينوها في التلفازه ويبينوها في الاخبار. شنقريحه راه مشى وعلى ما نهضر لهم نهضر لهم على فلسطين وسميتو والصحراء الغربيه. تخيل معايا الجيش عندك انت الجيش وكيمشي كيمشي الرئيس ديال الاركان ديالهم. ما فهمتش دابا انا كيفاش دابا انت كتهضر مع فلسطين ودي هزهم ديهم لفلسطين صاحبي طز يا ديال الرئيس الاركان الخراطز الرئيس الاركان دلويل واش ما كرهتوش باللاعب على 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 سير صاحبي سير صاحبي كنت كدير فلسطين كتقول على الجيش ايوا شنو غيبقى تما يضرب السبسي ولا غيبقى يضرب السبسي يقول لك انا مع فلسطين خاطر والصحراء الغربيه جيبهم صاحبي العيون مالك يلا جيب داك التيار السخوي والبخوي والتخوي وسير وحرر حرر الى قديتي على شي تحرير تمشي عندهم وتجلس تما وتقول لهم كذا كذا ايوا شنقريحه ما تحشمش حارت الله السي شنقريحه واش ما تحشمش تهضر على فلسطين وتهضر على الصحراء الغربيه وانت الرئيس موريتاني قلتي غتقتلو عندك ها انت ما قديتي حتى الطريق عندك تما والطوموبيل السيد جاي تما حتى قتلتو السيد مات وما يسمح لكم لا دنيا ولا خير لا وكتكلموا على التحريرات حررها كافكا تاس شنقريحه انت وقعت لك عمليه ارهابيه على الرئيس نتاع موريتانيا في بلادك اقوى جيش في المنطقه اقوى جيش في المنطقه كتكلم على فلسطين وتكلم على الصحراء الغربيه وانت السيد كان غيموت عندك في تندوف دابا كاين جوج حاجات يا اما كان غيموت بداك الزفت الزمزفت اللي عندكم تما وداك الطريق اللي ما قديتوهاش يا اما بغيتو تقتلوه نتوما يا اما بغيتو تقتلوا الارهابيين يعني في كل الحالات شنقريحه كسيده في الرمله قال لك كسيده في الرمله حول ولا قوة الا بالله فين كنا فين كنا والمبردع كوطار والمبردع جاي وكدا ومن نيتو كيهضر وكيقول لك تبون تبون تحياش نقريحة تحيا تبون انا بغيت نعرف دابا نتوما علاش غيعيشوا لكم هاد الجوج علاش يعيشوا لينا والله العظيم انا بلا بهم والله لا انا ضايع يا ربي طول لهم العمر من اجل سعيده برنوس انا كنتخايل دابا انا كي غنبقى ندير انا التيك توك غنولي كثر من بوشته غنولي بحال غنولي نطلع للسطوحه غنولي نطلع للسطوحه ما كاين ما يدير تبون داير عقلو شنقريحه داير عقلو داينه في الشعب نتاعهم معيشين الشعب مزيان اش غندير انا غنولي نطلع للسطح نسب خوتي ولا رفت نبقى نفتح لايفات على فلان وفلان ونجبد على امازيغيه ونجبد على نرجيس ونبقى نشرشم في بنادم وعثمان عثمان قبيله قتلتيني بالضحك شتي اقسم بالله العظيم اللي طحت بالضحك ملي كنت تهضر على نوران ترى منك واحد المسخوطه صاحبي ترى اللي ما عرفكش اقسم بالله الا شد على كرشي وطايح بالضحك نرجع ها ولكن انتم كجزائريين خوتي الجزائريين انتم فاش نافعينكم هاد الجوج فاش نافعينكم فاش إعادة التدشينات ولا رئيس الأركان اللي تكلم على فلسطين وهو جالس تما سميتو إلا ما دارش ليكوش ما يديش النعاس ها شرحوا لي أنا إكسبليكيك موا نافعيننا أخويا حسن أقسم بالله إلا نافعيننا مالك شبيك تجبدني يا أبرنوس والله ونشدك ماني طالقك السي سعيد شنقريحة أعتذر السعيد انا خلعتيني السعيد شنقريحه
عرفتي فشي ما كنتي كدير داك المناورات كنقول لطيفه لطيفه الاسان سون جايه وكنشوف داك قصدي راه فرفار واحد السيتيرنا تما درتي واحد السيتيرنا غاسي شنقريحه درتو لها واحد تريبي هكذا درتو لها واحد جوج ديال مشاو زعما بحال ليكوبتير زعما وكتمشيو كتضربوها انا قلت صافي مشينا فيها ايوا والله سحبوا الطيارات ديالنا حنا سيتيرنات اش كنقول لك راه اقسم بالله الا الموت الضحك مع هادو دابا سحبوا حنايا ما عندنا طيارات حنا ما كنتحركوا ما والو حنا سيتيرنات عندنا تريبي حنا المغرب كامل سيتيرنات فيهم تريبي الناس كدير في الطياره مع الطياره وداك الشيء متحرك وكذا وكذا اجيو علاش بعدا علاش داك الشيء علاش كل شهر كتضيع نتا الفلوس ديال الشعب الجزائري انا سحب لي غدير شي حرب انا قلت غتحرر فلسطين ولا غتمشي تستعمر مالي ولا تمشي تهجم على النيجير اللي بهدلاتكم ولا تمشيو تجيبوا شويه ديال البقر انا قلت غتدخلوا داك الجيش المالي تجيبوا البقر بعدا ديروا داك الغزوه ديال البقر وديال الغنم ساعه انتما غتما تشف 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 والرئيس ديال الدوله كان غيموت عندكم وفي التالي الرئيس ديال الدوله غيموت عندكم والله الا فضيحه بالله فضيحه واحد الدوله مسكينه ومفضوحه وداك الشعب والله ما يستاهل الشعب الجزائري والله العظيم لا يستحق ذلك بالله الشعب الجزائري شعب عظيم شعب عظيم صاحبي عظيم تاريخ الامجاد شعب صاحبي والله ما يستحق داك المهازل صح وجوج المليون كيلومتر مربع وجابوا مدين بهدلو كملوا بن جديد كملوا سميتو كان عندهم واحد الرجل قتلوه والله كون بقى داك بوضياف أمازيغية وين والله كون بقى داك بوضياف يا كنتو غادي تكونوا أحسن دولة في العالم دابا جبتو غادي نكد ديكرادا غادي نكد ديكرادا توصلنا في تبونا صاحبي تولينا في عبد المجيد تبون كيمشي يدشن الجامع نهار الحد تخيل معايا انت بنادم غادي يدشن جامع نهار الحد واش كنيسة ولا بار ولا واش استغفر الله يا ربي ها كنيسة الجامع صاحبي نهار الجمعة كيما كيديروا كاع الناس والناس تمشي وتصلي كاملين الناس تصلي وكذا وهادي قالوا لي دار عنده تما دار الفنانين تما في ذاك الجامع واش بصح ولا غير مونتاج قال لك شي قاعة الفنانين ولا ما عرفت داك الشيء خلينا اكدوا لي واش الخبر صحيح ولا لا ولا غير سي قاعة الفنانين هاد ما بغاتش تستوعب لي انا قاعة الفنانين اش غير ما فهمتش صحيح والله الا صحيح بالله خص شي واحد جزائري يطلع لي ويشرح لي داك القاعد الفنانين كيفاش يا سبحان الله ودشن شي خمسة د المرات دشنو ماكرو دشنو تبون وعاود دشنو تبون صلى فيه وعاود دشنو البارح وتخيل معايا انت كاماتشو تحياتي ها شرحوا لنا هذا اللوجيك عندكم صاحبي ما علينا دابا نجيو لسميتو دابا نجيو قاعد الشيخ نانو اخيرا غيصليو التراويح في مسجد الاعظم هذا رمضان ومزيان مزيان يديو شويه ديال لاجر مساكن والله العظيم يديو شويه تاع لاجر والله الا يديو شويه ديال لاجر اذا قلنا الاخوان نرجعوا لهذه القضيه ديال الزياره ديال وزير الخارجيه الفرنسي الى المغرب يفترض ان تتبعها في القريب يعني مساله اشهر زياره تاع ماكرون الى المغرب انا كنقول تبادل يعني يقدر الملك ديالنا يمشي لفرنسا او العكس ولكن
ما أرجحه أنا شخصيا هو أن ماكرون يجي للمغرب في الوقت اللي ماكرون مازال مازال كيستنى تبون يمشي عنده يمشي عنده لفرنسا. إذا دابا غنشوفوا إذا مشى تبون لفرنسا عرفوا أراه القضية في صالح تبون عم سيديك وكل عهدة وكذا وكذا. أجي يا صاحبي أجي يا صاحبي أجي تصب ربي حشوم عليك يا صاحبي تصب ربي زيرو أبوني وتصب ربي سير الله يمسخك مسخن مسخن سير. علاش أش درت لك أنا أش درت لك وأقول لي واش كذبت عليكم الله يرحم لكم الوالدين أخوتي الجزائريين واش كذبت عليكم شي نهار تبون كذب عليكم شنقريحة كذب عليكم عطاف كذب عليكم مراد مزار كذب عليكم صوفيا باللمان كذبت عليكم الحفاف دحمان الحفاف كذب عليكم قشيحة كذب عليكم عارف مشاكرة كذب عليكم بنس ديرا شبع فيكم كذوب أبرنوس كذب عليكم بونيف كذب عليكم حصلتوا على أبرنوس نهار كذب عليكم شي حاجة نقسم لكم بالله ما كذبت عليكم بونيف عيي كذب عليكم آخر كذبة من اللي قال لهم الطيارة ديال الجزائر راها في الرباط مشاكرة قال لكم نواتي تعاود بهدلكم تسع شهور وهو يرعى فيكم تبون قال لكم غنحلي البحر تبون قال لكم غندير قطار طام الراست عطاف قال لكم الوزير الاسباني غير المواقف ديال الاسبانيا وغيرت المواقف ديالها مراد مزار قال لكم سيروا تاكلوا المقروط زفيزف قال لكم فوزالي فواغ لا ديبلوماسي سبورتيف ا مانيير زفيزف زفيزف ابن عمي ملي هذاك ديال الاتحاد الكره قبل هذا ملي تعين قال لهم فوزالي فواغ لا ديبلوماسي سبورتيف ا مانيير اول خرجه مشى لتنزانيا مشى لتنزانيا يا جدك دار الكلمه انا قلت صافي السيد غير يهضر على الجزائر غير يتكلم على الكره الجزائريه وغادي يجيب العز للكره الجزائريه وغادي يفرض يقعد تدريبات للحكام الجزائريين والمدربين الجزائريين وهذوك اللي سميتو الفئات الصغرى يدبروا لهم تكوينات مع الكونفدرالية مع الفيفا يجيب العز للجزائريين ويحافظ على المصالح ديال الفرق الجزائريه والله الا هكا قلت بالله قلت غيقول كلمه غيزعزع تنزانيا والاتحاد الافريقي كان مع موتسيبي تما كنت مع موتسيبي تما القجع تجمعوا كاملين كل دوله غتهضر على الدوله ديالها القجع كيضرب على المغرب هذاك بوريده كيضرب على مصر هذاك التونسي يضرب على تونس كوت ديفوار يضرب على كوت ديفوار الكاميرون يضرب على الكاميرون الا الجزائري ويقولوا لي سعيد انت كذا كذا الا الجزائري المبهدل الا الجزائري المبهدل ولد النظام المبهدل والمبهدل الاربعه ديال المبهدلين والمبهدلين وانا غادي نزيد نبهدل الطاسيره ديال التواصل ديال الجدر ديال الابواب النوافذ نتاع بوكم يا الغلمان تاع النظام العابط خرجتوا على الشعب الجزائري يا بني كلبون خرجتوا على الشعب الجزائري واش صاحبي رئيس الاتحاد النيجيري كيضرب على الكرات نتاع النيجر ديال مالي كيجيب المصالح المالي وديال الجزائر مشى يهضر قال لهم اننا نطالب بإعادة النظر في البندي في القانون المتعلق بعضوية الاتحادات الكروية وإلغاء البند الذي يتحدث عن أن الدولة أن الاتحاد القاري يجب أن يعترف به في الأمم المتحدة وهذا نعتبره إقصاء لمنتخب الصحراء الغربية الصحراء الغربية بني كلبون الشعب الجزائري داك تمشي تهضر على الصحراء الغربية بني كلبون ولا مشاك تطلعهم الكأس العالم وتجيب لهم كأس إفريقيا 25 وترشح حتى انت بحال الرجال كأس العالم 2030 ودير الدبلوماسية الرياضية وتجيب المصالح للوفاق سطيف والشبيبات القبائل والبرج بوعريريج واتحاد باتنا وشبيبات الصورة ومولودية العاصمة ومولودية وهران ولا مشيتي على جال بوليزاريو
وملي كنقول لهم راه غادي يخرجوا على الطاسيله ديال التواصل الجدر ابواب النوافذ نتاع بوكم كيجي كيقول لي سبته وملي ليا سيمو بوستون. شكرا اخويا شكرا اخويا شكرا سيمو بوستون كي يحثكم على التكبسه الاخوان الله يحفظكم. تستاهل وسام من الدرجه الاولى. لا ما خصني نقول وسام غير ديالي خصني نشوف وسام. انا الوسام ديالي ابن عمي هو السي عبد المجيد يخرج السفير نتاعو من اسبانيا. هذاك هو الوسام ديالي انا. ملي غادي يخرج تبون السفير ديال الجزائر من اسبانيا غادي نكون اسعد ساعتها برنوس في العالم. اش بان لكم؟ ها غتعترفوا بيا داك الساعه. واش نرجس صافي نرجس غتفتح سبع ايام ديال اللايف سبع ايام ديال اللايف وهي كتكبر بيا. سيريا سعيد سيريا المؤثر سيريا في اطار اللعب على ضروري يا اختي اختي نرجس ضروري. وهذاك الريفينيو عاود دخل بالفرنساويه. شوف اه بالفرنساويه هذاك الريفينيو خصو يدير اون انترفونسيون ياك اون فرونسي مع ذاك الفرونسي عنده يا بنت عمي فهمتي ولا ما غاستناو حتى خرج السفير ديالو من من من, من مدريد. ابي الله قال لك سيدي نحاصر المغرب من موريتانيا اي والطريق ما كايناش فين هي الطريق ما نعرف. طريق الجزائر كحلاك حلاك لا سهله لا ما فيهاش نقاش ما فيهاش نقاش ماشي زعما ما كاينش تخرجيش تخرجيش سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام سي فيصل. كي راك سعيد؟ شوف اولا الله بخير السي فيصل. شوف انا عجبني الكانت اللي راك لابسو الكانت انا عاجبني. شوف الاناقه الاناقه واش نحكي لك الاناقه ما شاء الله. فيصل فيصل نعم فيصل الصوت عندك شويه ما مقادش ولدي وهكذا مقاد ولا ماشي مقاد راك تسمع فيا هكذا؟ انا نسمعك ولكن الاخوان كيتشكاو. مالا نزلني وعاود صعدني نزلني عندي واحد لا صافي خليك هضر شويه بصوت مرتفع وصافي راك مزيان دابا سير راك غادي في اول توا سي برنوس ان الاناقه تاعك تريكو هذا وعاجبني الكانت هذا يلبسوه الا الناس اللي يعرفوا لها لي زافوكا لي زانجينيور في اكبر شركات العالم. ايوا قال لك مسموح. والحاجه الثانيه ان تحليلك كان واقعي ان الملك ان رئيس فرنسي هو اللي يزور الملك. هل تعلم لماذا؟ لان الملك دائما موجود في فرنسا. الملك ديالك دائما موجود في فرنسا صافي ما يحتاجش يزورو. فيصل 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 حبس بس شوف اولا الموضوع ماشي هو الملك يمشي ولا الرئيس يمشي. الموضوع هو العلاقات المغربيه الفرنسيه ياك العلاقات الاسبانيه المغربيه الفرنسيه المغربيه الاسبانيه والعلاقات الجزائريه الموريتانيه. يعني في الوقت اللي المغرب كاين ثلاثة استقبالات كبيرة على مستوى عالي مع دولتين جارتين غاية في كذا والأمور واضحة وكاين كاين شارج واضح. الجزائر موريتانيا بغاو يديروا منطقة حرة ما كاين منطقة ما كاين طريق ما كاين سلواجي ما كاين والو ما كاين تبادلات ما كاين تزعت صافي. تكلم تفضل. شوف دوك نروحوا لها بشويه برك يا اخي. هما شوف احنا في العرف تاعنا عندما يدخلوا فيها النساء المواضيع عندما يدخلوا فيها النساء الموضوع حيمشي. الاميرات المغربيه الشريفات عندما راحوا لفرنسا اعني هذا تقارب فرنسي مغربي طش النساء عندما يدخلوا زوجة الرئيس والاميرات الشريفات
اخوات الملك، هذا تقارب. ولكن ما نقول لك فرنسا لو كون الرئيس الفرنسي هو اللي راح يزور المغرب لعده اسباب، من بينها الفخامه ومن بينها يعني راح يكون الجو، يكون جو مسمش والجو يكون مليح، وانتم نعرفوكم المغاربه الحسن الضيافه. الحاجة الثانية لازم نعرفها، الملك دائما موجود في فرنسا، ونعلم الأم تاعو موجودة في فرنسا، وربي سبحانه وتعالى أمرنا بإطاعة الأم. والملك الملك ديالكم إنسان نعرفوه باللي إنسان مؤمن وإنسان يعرف قيمة الأم، على هذيك هو دائما موجود في فرنسا. الحاجة الثانية، الحاجة الثانية يا سعيد، فيصل بلاتي دابا انت تصر على ان تدخل بحديثك في امور تتعلق بكذا فرنسا كذا كذا، ياك راه لا يشرفك انت كجزائري المسمى فيصل ذو الانف الطويل والانفتي، لا يشرفك ابدا ان تتحدث عن دولة اسمها فرنسا تحتمل 6 مليون جزائري خارج وهارب من الجزائر بسبب الأوضاع نتاع الجزائر والسياسات الجزائرية. هاد 6 مليون الجزائري وهاد فرنسا هذه اللي مستعمرة ومازال ما بغات لا تعتذر لا تعترف بالكوارث اللي دارتها في الجزائر وفي الشعب الجزائري، ويأتي رئيسها إلى عقر داركم وفي الحمام التركي داخل قصر المرادية ويطبطب أسفل مؤخرة رئيسكم 6 طبطبات. إذا أنت ما خصكش تهضر على فرنسا كاع بشي حاجة، يعني خصك تهرب، أنت ما خصكش تجي عندي تهضر معايا أنا كاع فهادشي فرنسا. إذا كانت علاقة، واسمح لي إذا كانت علاقة محترمة بين نساء نتاع دولة ولا رجال نتاع دولة ولا سيدات نتاع دولة، علاقات محترمة ولا بين رجال نتاع دولة ولا علاقات ولا زيارات خاصة ديال أي ملك ولا أي رئيس ولا أي وزير عنده الوقت نتاعو اللي كيدوزو في فرنسا وإسبانيا وإفريقيا وهايتي وهونولولو وفي الحسيمة وفي العيون وكيمشي، انتم الرئيس ديالكم حتى في بلادكم ما خرج، انتم الرئيس ديالكم يخشى الخروج ولو 100 متر من داخل الجزائر ما خرج، ونهار خرج يستقبل الغزواني كان غيموت الغزواني تما. صح، نجاوبك عندي حق الرد. اولتها فرنسا كانت معها امور فاتت. انا الامر اللي يؤسفني انك عندك علاقات مع اسبانيا، واسبانيا الى يومنا هذا محتله لك الاراضي، عندك علاقات مع اسبانيا، واسبانيا وضعت لصوره الملك ديالك صوره مهينه. وانا كنقول لك انا فرنسي، انا كنقول لك ماشي صوره، هذاك صوره دارها كاريكاتير، دارها رسام كاريكاتوري، هذا الرئيس نتاع المستعمر السابق. ولكن هذا الملك، الرئيس نتاع المستعمر السابق ديالك الذي يحتفظ الى حدود الان في شكل مهين لشهدائكم الابرار الله يرحمهم، وجاي طبطب اسفل المؤخره في المداية الداخل تدخل للرسمات، تطلع الرسمات يا سيدي، وانتم السيد يا ودي هذا الملك، هذا الملك خط احمر يا سعيد. نعم هذا الملك خط احمر يا سعيد. يا سعيد اسبانيا تحتلك الى اليوم وانت فرحان بوزيرها، والمؤخرة انت على الرئيس ديالكم ماشي خط احمر يا انتم الرئيس ديالكم. يا سعيد انا عندي الارض، الجزائر اغلى من اي مؤخرة، انا عندي ارضي ديال صافي. اذا السي عبد المجيد تبون، انت كتسمع المؤخره ديالك لا تهم الجزائريين، انت كتسمع هذا اللي يفترض يدافع عليك ما قدرش يدافع وما بغاش يدافع على المؤخره نتاعتك التي اهينت بست او سبع طبطبات من طرف الرئيس ديال دوله استعمرتكم سابقا السيد الرئيس 130 سنه تهينكم، وما تزال الى حدود الان للاسف ما عندكش ناس اللي كتعرف تدافع عليك السيد الرئيس، ما جاتهمش الغيرة على 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 الأسفل الظهر ديال اش غدير الرئيس، انا كنعين ندير فيهم النفس النيف والو مساكن، ها كيدوخونا بداك النيف السيد الرئيس، ما كاين لا نيف لا استزعت. الهضره السريفي في الخريفي يا السيد الرئيس، والله العظيم بالله عرفتي علاش طيحتو، علاش عرفتي علاش درت مع هذه اللغه هذه، حتى لا اسمى بانني اتهجم، لان القوى داك الطريق اولا البروفايل ديالو، وثانيا
من حنا كنهضروا امور سياسيه، هو غادي الملك ديالكم كيمشي لفرنسا وصيفط الاميرات، من يتطاول على الاميرات الحرات، السيدات الحرات اللي كيديروا السياسه، لان عندنا مؤسسه ملكيه، ماشي بحالكم انتم عندكم واحد الحمام كتدخل الزهره مع عبد المجيد تما وكيبقاو يغسلوا لبعضياتهم تما، حتى الغسول ما عندكمش، حتى الغسول ولا اش كيتسمى هذاك الصابون البلدي ما كاينش، الحمام هكا، ها حمام هكا، وتجي الطاول نتاع المؤسسه الملكيه. غير نوريك الزندع فين كيتباع، غير سير تعاود الوضوء. فين كنا؟ كوثر تحياتي لطيفة، كتبتي واحد التعليق والله ما قريته، كنت منغمس كنت متحمس. لطيفة عاودي كتبي داك التعليق الله يستر عليك، وسمحي لي والله ما قريته بالله. اي 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 اه بلاتي بلاتي اه كان عندي واحد الفيديو شو عاد بارطاجيته عندي، واحد الفيديو ناشيونال اوجو من بعد نهضروا في السياسه اخي سميتو من بعد. اذا لاحظوا معي ان ذاك الصفحه نتاع بن عمي سد القيست راه غادي يطلع لك شي حد شي قنطوح للسطح، ما نعرفش كي ندير سد القيست، ما نعرف كي ندير سد القيست. سعيد بارسا يسيد ياك كيما جاتك الغيره على الجزائر سعيد، وقتاش ما لقيتيني حقر عليهم كنت نوضت اه ما تدافعش عليهم سعيد. ايوا صاحبي ما تبانش بانك مدافع هكذا بهذيك الفرشه، خليك كتا قول لي عندك التريكو زوين كتا القميص هادي صافي، خليك غير تما وها سعيد ابل ما يستاهلوش تدافع عليهم. ها هو رشيد، رشيد الريفي ديالنا، رشيد سياسه الاقتصاد، انسان محترم جدا، داير اللايفات ديالو محترمه جدا، كيطلعوا عنده وبداو عليه بالبوليتيك حتى سرقوه ودوا له الكونت، ودابا كيفتحوا اللايف وكيستفزوا المغاربه. دير الثقه انت في بني كلبون وتقول لي بان الكيستات ديال هذه النيش هذا فيها حسنيه، دير ده حسنيه مع هوكيستان مع طبطبيستان. ايه ايوا فين مشى داك الفيديو؟ ايه الكونت ماشي هذا، غادي نرجعو للكونت لا تحياتي الاخوة، تحياتي لا نجا تحياتي. أولاد بالعيد، الجماعة أولاد بالعيد، الدوار أولاد بالعيد، أسمعوا لا سمعوا بخير، راه اللي غادي يطلع للمدينة ممنوع، اللي غادي يمشي للمكناس ممنوع، اللي غادي يمشي للرباط ممنوع، راه تلازموا لخيامكم على حساب هاد المرض، أنا تنوصيكم اللي عنده شي دار يقعد فيها. أنا تنعلمكم ما تخلصوا براسكم، وهاد الحاجة اللي عطل عليها المدينة دين خايب، ما تدلعوش، اقعدوا في خيامكم وشهدوا وردوا بالكم لولادكم، لا تبقاش خيط زيت خيط زيت تجي من المرات الولاد بالعين تخلص. دابا غتسولوني غتقولوا لي علاش سمعتينا هاد الفيديو سعيد، اللي فهمو كيتسالني جائزة، اللي عرف علاش جبت لكم هذا الفيديو، ما علاقة هذا الفيديو بشي حاجة؟ المهم لا اللي فهم قول لي وشنو فهمتي، لا لا ما عندوش علاقة مع الجزائر، لا ما عندوش علاقة مع الجزائر. وانا تيك توك الجماعة الولاد بالعيد، اه الجماعة ديال التيك توك، الدوار ولاد بالعيد، اه النشاط نتاع تيك توك،
اسمعوا لا سمعوا بخير. اسمعوا لا سمعوا بخير. راه اللي غادي يطلع للمدينة ممنوع اللي غادي يمشي. راه اللي غادي يطلع للسطح ممنوع. اللي غير قيس من الممنوع ولا غادي يطلع لهذه الممنوع التزموا لايفاتكم على حساب هذا المرض. انا كنوصيكم اللي عنده شي لايف يقعد فيه. انا كنعلمكم دخلوا سوق راسكم. ما تطلعوش تقعدوا في خيامكم وشهدوا وردوا بالكم من ولادكم. لا تبقاش خيط زيت تجينا المرات الولاد بالعيد. هذا بوشتان، هذا بوشتان محطوط من السلطه بنعم. هذا ولا غير شفتو غير سمعتو بارطاجيتو عند واحد الصديق والله العظيم باش يبقى باش نبقى عاقل عليه. واش انت البرصه اللي جبتيها ولا جائزه؟ غنعطي الجائزه لشي واحد سميتو لا والو. اجي للمغرب نعطيك جائزه الا خلاوك تدخل المغرب. والله حتى نعطيك الجائزه. الجائزه ديك محفوظه لحدود الان. يلا اجي تدخل المغرب. اجي. لا نتيقك انك جاوبتي نتيقك، ولكن اجي للمغرب ونعطيك الجائزه. عندك جوج حلول اساعي. الا جيتي دخلتي وبقيتي حر الطريق الجائزه غنعطيها لك في الهواء الطلق. الا دخلتي للبنيقه غادي نجيب لك البنيقه في اطار القفه دنيانيه. نجي نطلع على خويا نجيب لواحد الباكي الا كنتي كتكمل نجيب لك واحد الكارطوشه ديال ماربورو ونجيب لك الهديه ديالك. على كل حال، اذا في اطار الضحكه الاخوان هذه غير مستملحه، نمشيو لواحد الفيديو اخر التي يتسلى الاذن. الله اكبر الحق. حذاري الصوم في البث. الصوم ما يسبنيش انا الصوم ما يسبنيش انا قلت لكم انا صافي. هادشي ما ندخلو ما نهضر فيه ما والو. في اطار الضحك شي دعابه دوز غير هكا، اما زعما باش ندخل زعما في لا صافي شي دعابه هكذا في الضحك بحال هادي اللي درنا مع اخي بوشتا هكذا في الضحك. لا اله الا الله. دابا الاخوان واش نبقاو في الاستراحه دائما مع بوشتا ولا نمشيو للموضوع ديال سرقازات؟ شابو تحياتي شخي شابو. لا سعيد غادي تخسر الهضره غادي تطير. لا بغيت نضحكوا شويه مع بوشتا. دابا غتقولوا لي انا كيفاش كنتخيل بوشتا؟ طحت في واحد الفيديو انا غنوري لكم بوشتا كيداير في الخيال ديالي. ها هو انت ايه ما كيفاه.
بغيت نمشي نشعل ساعه لقيت البريكه خاصه جيت ناخذ هذا ما نضمنش ما نعطلش عليكم. دابا دابا ابن عمي بنت عمي غادي نشوفوا سرقه زاد من اللي كانت مازال سميتها فاطمه العوج قبل ما تولي شهرزاد وقبل ما تولي سرقه زاد. وشنو كانت وشنو قالت على الطبخ المغربي وشنو كتقول على المقومات الطبخيه المغربيه؟ الحاجه اللي خلات الطبخ المغربي انه يتعرف انا نظن انه العائلات محافظين عليه ويتوارث بشكل كبير يعني وين ما راح وين ما تروح المغربي وين ما كنت في العالم تاكل مغربي. طبخ ما يطيبش بالكيكوطات، طبخ يطيب في الطواجن والنكهات والنسمات اللي فيه من توابل ومن حشائش تطيب على خاطرها وتعطر المكان. انا حبيت نحكي لكم على طلب كنت اكتشفته من خلال زيارتين، قلت مشينا لازمور ومن بعد كينا تحركنا شويه مشينا كازا مشينا لمراكش. في مراكش كريت الطبخيه المراكشيه اللي يا سلام عليها. وكان عندي شي نهار سمعوا الطنجيره ديالهم زعما بكل سهوله الطنجيره يقول لك عاود لقاها دومير فين لقاها في مسيله ولا لقاها في قالوها لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. فين لقاو فين قالوها عاود والله الا قالوها دابا كلشي كيقولها الاخوان كاع القلب تتبير تقدك قالوها نرجس لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نقول نعرف قصة الطنجية المراكشية كاين قصتين اثنتين واحدة فيهم تقول باللي راجل ومرته تزعفوا فيما بيناتهم. المرأة قالت لراجلها قالت لها كومشي أنا ما يكوت لك الجوع. هو نيف جه النيف رفد دي زانغريديون كيما نهارك حطهم في الجرة وخرج هكا زعفان بيهم مشى عند صاحبه عنده حمام حطهم في واحد الفرن عنده ونساهم. كي ولا في يديها حلها اكتشف انه الطبق ولا اروع. المهم هذيك تعاود القصه وكذا وكذا وكذا. واش نعاودوا نشوفوا نسمعوا الاغنيه ديال سمعوا الاغنيه تاع مشتا الصوت خطا باز ليلى باز موهبه ما كاينش. والمشكل شوف فين مشى الاغنيه اللي فيها يا لطيف 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 ما بغاش يبان محارب. والمحارب والمحارب محارب ما عندهمش مشكل ديال الكونيكسيون والو. إذن الإخوان راه تسعود الله رب سأنسحب ميم لي كومونتير. أوكي دونك جو في مو روتيغي. شكرا بزاف دوزنا واحد الساعة شحال شي ساعة وساعة وربع ولا ساعة ونص ضحكنا مزيان. شكرا الخوت الله يحفظكم الله يكبر بكم تحياتي لكم. نقدر نرجع في آخر الليل
عندي بزاف ما يدار دونك الا بغيت عاود نستريح شويه غادي نجي نضحك معكم شويه. دونك تحياتي لكم جميعا، دمتم في رعايه الله، الله يحفظكم ويجزيكم ويسجيكم كل حب وتقدير، تحياتي.